منذ افتتاحها قبل شهر واحد فقط، يسبح المدربون في أكاديمية التواتي لكرة القدم للفتيات في العاصمة الليبية طرابلس ضد التيار. صعاب جما يواجهها مؤسس الأكاديمية الأولى من نوعها في ليبيا، البلد الذي يموج بالعديد من الأزمات، حيث تتناقض ممارسة هذه الرياضة التي هي حكر على الذكور وارتداء السراويل القصيرة مع السلوك المحافظ للمجتمع الليبي. طريق طويل وشاق يتوجب على أكثر من 30 فتاة يتدربن في الأكاديمية السير فيه لتعلم أساسيات الرياضة الأكثر شعبية في العالم، رغم عدم اعتراف الفيفا بالفريق الوطني النسائي الليبي. اختارت كرة القدم لأن هي للكل، ما هيش للولاد بس، ومن زمان وإحنا نلعب في كرة في مدرسة ويقولون لا البنات مفروض ما يلعبوش، لكن هي للكل، البرة كلهم يلعبوا فيها، مفروض حتى ليبيا يلعبوا ونتطوروا فيها. واستقدمت الأكاديمية الفتيات عبر إعلانات في المدارس بطرابلس بهدف تعزيز ودعم المواهب النسائية في المجالات الرياضية، لكن الفكرة لم تسلم من النقد بمجرد أن نشر المنظمون صورا على شبكة الإنترنت للفتيات أثناء التدريب على كرة القدم. لحد في التواصل الاجتماعي لقيت تعليقات سلبية هلبة يعني بسبب الموضوع هذا، لكن أنا يعني كل واحد قناعة، يعني زي ما تقول الناس قناعات، احنا فتعليقات سلبية ممكن ناخذها حتى بعين الاعتبار. وتم تشكيل الفريق الوطني النسائي الليبي عام 1997، ولكنه اعتمد فقط للعب مباريات كرة القدم الخماسية. ومن الصعب على لاعبات كرة القدم المحترفات ممارسة الرياضة بحرية في ليبيا، حيث توقفت أنشطتها عدة مرات منذ اندلاع الأحداث الدامية في البلاد عام 2011.